الكم الهائل من الإصابات التي يصل أيضا إلى المستشفيات بشكل عام في مناطق متفرقة من القطاع. ولكن بالعودة إلى حديث المتحدث باسم الصليب الأحمر والذي أشار إلى أن الوضع ما يقول ما شهدناه في شمال غزة نراه الآن تماما يجري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ويقول إذا لم يصل الدعم إلى كل مناطق القطاع سيموت الآلاف بسبب الظروف الإنسانية الصعبة. أي أننا نتحدث عن مجاعة تدق أبواب الأبواب وتدق ناقوس الخطر اليوم بشأن ما يجري في شمال قطاع غزة. برأيك دكتور عبد اللطيف، لماذا أوصلت إسرائيل الحالة الإنسانية إلى هذا الحد من الصعوبة في القطاع؟ حتى لا يكون هناك أسلوب أو إمكانية أو طريقة لاستمرار الحياة في غزة. هم يجب علينا أن نعي أنه توجد كميات هائلة من الغاز في غزة والمعادن، فبالتالي يعني حتى المتابع لمعارك غزة السابقة في السنوات السابقة كنا نرى منصة الغاز أمام سواحل غزة، هناك طمع في الأرض، فبالتالي خلق جحيم في غزة وعملية الطرد القسري أو الطوعي، فهي عملية خلق حالة ليست بطبيعية وهم يسعون لذلك. وتم التحدث من قبل زعماء الكيان مع زعماء أوروبيين وزعماء عرب لاستقبال اللاجئين وإعادة توطينهم المحتملين من غزة وإعادة توطينهم في دول أوروبية، توزيعهم حسب عدد السكان والدول العربية. وهناك ننوه، هل من مصلحة الدول العربية انهيار هذا الخط الدفاعي إذا كان تحفظ الأنظمة العربية على حماس؟ فالشعب الفلسطيني ليس كله حماس. اثنين، إذا لم تعجبهم حماس فهناك 16 فصيل فلسطيني يقاتلون على الأرض، الحركة فتح، الجبهة الشعبية، فليختاروا من يختاروا ويدعموا الشعب الفلسطيني بالسلاح إذا كان لهم تحفظات على تحالفات حماس أو على حماس. الشعب الفلسطيني يقاتل معركة وجود، يقاتل على صعيد الصحة، على صعيد البنية التحتية، على صعيد الوجودي. أين قضية السيادة القومية والوطنية بالنسبة لمصر على سيناء؟ ألا تتمكن من إدخال مساعدات؟ كيف يمكنهم أن يضمنوا إقامة دولة فلسطينية بتعهدات أمريكية حين لا يكون لديهم القدرة على إدخال الأدوية والغذاء إلى غزة؟ أين الدول المعترف فيها؟ لماذا يجب علينا أن لا نفوت للصهاينة الجرائم كما تم تفويت اغتيال ياسر عرفات، اغتيال وديع حداد، اغتيال القيادات الفلسطينية؟ الآن هناك اقتحامات في الضفة، هناك تم إعادة اعتقال على سبيل المثال رائد حامد من قرية سلواد. أيضا الاستمرار والإمعان في الجرائم اليومية في التدمير المنهجي للصحة والتعليم في غزة، هم متمركزين في منطقة الجامعات، ماذا يجدون في منطقة الجامعات؟ تم تدمير جامعات غزة، فبالتالي يجب علينا إذا كان شامير وبيجر ممنوعين من دخول بعض الدول الغربية نتيجة قيامهم بالتفجير في فندق كينج ديفيد في أثناء حرب تأسيس دولة الكيان، فبالتالي يجب علينا مطاردتهم قانونيا حتى يمنعوا من التحرك كما كانت حالة شمير الذي قتل مجموعة من الجنود البريطانيين آنذاك. هم يقتلون الأطفال، يقتلون النساء، يدمرون البنية التحتية، ليس بحاجة يعني فقط توثيق هذه الأشياء وتقديمها للمحاكم كما أسلم سمينا المحاكم الوطنية حتى نعيق حركتهم ونضغط عليهم. يجب أن يكون هناك توثيق، ويجب دعم المقاومة الفلسطينية لأنها هي الآن تقاتل على الوجود بغض النظر عن اتفاقنا واختلاف معنا، فليدعموا أي فصيل يريدون وليدعموا أي طرف يريدون، يدعموا وزارة الصحة. فبالتالي الدول العربية لديها مسؤوليات إنسانية أخلاقية قومية دينية، إذا كنا نعتب على الأوروبيين فنعتب على الدول العربية. يجب على المواطنين العرب أن يخرجوا إلى الحدود ويضغطوا ويقودوا الشاحنات بأنفسهم لإدخالها كمساعدات إلى فلسطين، وإلا فإن انهيار هذا كما يقولون الأوروبيين الآن، انهيار غزة يعني انهيار القيمة الإنسانية، وبالتالي أيضا الشركات ستسيطر على حقوق الإنسان في المنطقة الأوروبية. إذا الأوروبيين تحرك بهذا الشكل، هناك جمع تبرعات طبية يومية وسعي لجمع تبرعات العينية من قبل الجمهور الأوروبي، أين غابت الملايين العربية في هذا؟ فليضغطوا على النظام العربي الرسمي لتغيير موقفه. هذا ارتباط، فليختاروا من يريد من الفصائل ومن يريد من الوزارة. الشعب الفلسطيني معركة وجود، والآن تحدث جرائم على الأرض، يجب توثيقها ومطاردتهم كأفراد وكمؤسسات حتى يصبح مصيرهم كمصير جنوب إفريقيا، وإلا فإن كل المنطقة العربية والعالم محدد.
أشكرك جزيلا على مداخلتك معنا دكتور عبد اللطيف درويش الأكاديمي المتخصص في إدارة الأزمات، كنت معنا عبر سكايب.